إذا بنينا أنها مسائل ضرورية ومسلمات وخطوط حمراء، عند ذلك ينفتح باب ماذا أعزائي؟ ينفتح باب التكفير والتفسيق والتضليل، وهذا الذي أنتم تجدونه الآن. أما إذا قبلنا أنها مسائل ماذا؟ مسائل اجتهادية ونظرية، قد يقع فيها الاختلاف وقد يقع فيها الاتفاق، عند ذلك لا معنى لأن يكفر بعضنا بعضا وأن يفسق بعضنا بعضا وأن يضلل بعضنا ماذا؟ بعضا، كما أنتم تجدون الآن على الساحة الإسلامية وعلى الساحة الشيعية معا. وأنا وليست الأمور عنكم ببعيد أعزائي، فيما تتذكرون في قضية مولانا ظلامات الزهراء، مولانا الفتاوى يمينا ويسارا وتضليلا وإخراجا من المذهب وتسقيطا ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه شخص هس إما أنكر وإما تأمل وإما تردد في مسألة تاريخية، وهي من المسلمات أو ليست من المسلمات، لا أعزائي، من المسائل الاجتهادية التي، بل أنتم تجدون أعظم من ذلك. الآن نحن ذكرنا لكم أمثلة عصمة النبي، سهو النبي، وإلى غير ذلك. الشيخ الصدوق بشكل رسمي يقول بأنه لا دليل على عصمة النبي ولا أئمة مولانا قبل النبوة والإمام. شيخ عفوا مو شيخ الصدوق، شيخ المفيد مولانا، شيخ المفيد مو شيخ الصدوق، مو اخباري، هذا عد على اساس ماذا؟ كلامي عقلي، ايضا يقول لا دليل ماذا على ذلك الا هس اما بعد البلوغ واما بعد النبوة والامام. اذا اعزائي تعالوا نفتح صفحة جديدة في باب فهم المعارف الدينية، وأنها أمور اجتهادية نظرية، حتى نغلق هذا الأفق الضيق والأفق الذي بمجرد أن اختلفت معك أو اختلفت معي لابد ماذا؟ أن تصدر ماذا؟ أن تصدر الفتاوى. هذا منطق أنا أعبر عنه بكل جرأة وبكل شجاعة، هذا منطق العاجزين، هذا منطق الفاشلين في البحث العلمي. أعزائي ينبغي علينا أن نبحث هذه المسائل بحثا علميا.